مشاهدي قناة ديسكو أمين تي في، مرحبا داخل وخارج الوطن. مواكبة لأخبار مدينة برشيد في إطار افتتاح السوق الأسبوعي الذي تم إغلاقه، كما أشار إليه السيد الرئيس للمجلس المنتهي ولايته السيد الحاج عبد الرحيم كاميلي، وهو يبرر إغلاق السوق قرار من السلطات المحلية لإغلاقه والظروف الملائمة مع الجائحة. المجلس البلدي آنذاك في إغلاق السوق تطرق السيد الرئيس لمشروع المذبح ببرشيد والسوق الأسبوعي الذي تم افتتاحه بحضور السيد عامل الإقليم وعدد من السلطات المحلية والسيد رئيس المجلس البلدي الحالي لجماعة برشيد، حيث سيتم محاربة ظاهرة الباعة المتجولون عددهم ما يزيد على 1600 بائع، ما خلق خنق بالمدينة لأزقتها وشوارعها وخلق فوضى بالمدينة ولا راحة للساكنة. بعد هذا الإنجاز للسوق النموذجي لمساحة 10 هكتارات، أن يسير بالمدينة إلى وجه آخر مع مبادرة من المسؤولين والسير بالتسيير الملائم للمدينة الفتية التي لها موقع استراتيجي تربط الوطن المغربي من شرقه إلى غربه وجنوبه بشماله عن طريق السيار والطريق الثانوية، ووجود الخط السككي المزدوج للقطارات، ووجودها قرب المطار الدولي والعاصمة الاقتصادية بالمملكة. لنتابع ما جاء به السيد الرئيس السابق في توضيح للمنجزات إلى الساكنة والتنوير لبعض المغالطات. الباطوار القديم، وفعلا الباطوار القديم يعني حالة يرثى لها. أنا إحنا هالشي شاهدناه وشبناه، وإحنا ما كان نقولوا بأن هالشي الناس اللي دابا تيهضروا جو معطلين. إحنا راه مشينا درنا باطوار دابا جديد بمستوى عالي، يعني بمواصفات عالية. الباطوار يعني تقول راه كلينيك، يعني ماشي زعما يعني مستوى عالي، لأن هالشي أنا ملي دخلت أنا وأنا خدام على هذا الموضوع هذا، لأن أنا الحالة اللي كاين دابا ديال هذاك الباطوار أنا ما كيشرفنيش باش تذبح فيها البين ديال 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 مدينة برشيد. ولكن دابا ما عنديش عليه لين، لأن خصني نوجد وظيفة الباطوار، نوجدناه كمال موجود. دابا خصنا غير واحد السيرتيفيكا ديال الونصا، أو وكاين السوق معاه تا هو، سوق تا هو موجود قاد مصيب البلايص ديالو تفرقوا، ولكن وهذيك الباطوار شداتو دابا الشركة اللي غادا تخدم فيه اللي غادا تمشي. دابا اشنو اللي غادي يبقى دابا بالنسبة للعمال اللي كاينين في السوق القديم؟ كلشي خديناهم بعين الاعتبار، خصهم كلهم غاديين يخدموا. ما يمكنش انا غادي نجي بين عشية وضحى ونلوح واحد العدد ديال الناس اللي هما كانوا خدامين في هذاك الباطوار واللي ما عايشين فيه سنين هذه، ونجي انا اليوم الا كان عندي من الحوايج المهمين من الاولويات بان هذوك الناس هما الاولين خاصهم يستافدوا هذا الشيء كاين في الكي تشارج. اش ندير انايا شي حاجه اللي ما يمكنش ليا انا نديرها؟ الناس غاديين يخدموا كيف ما كانوا خدامين. كان الكوفيد، من بعد الكوفيد جا دابا الفاكسان، وهذه كانت تعليمات من سيدنا نصره الله، بان خاص لان الصحه ديال المواطن فوق كل اعتبار، خاصو تقاد الامور ديالها دار الفاكسان ديالها وداك الشيء. الناس دابا ديال السلطات المحليه جميعا كلها مجنده هادشي دابا ديال الجلبه. دونك حنا دابا بغينا باش نمشيو نحلوا السوق، بغينا باش السوق موجود مقاد مصايب كلشي كاين. دابا تيقول لك ودي السلطات المحليه والسيد العامل عافاك عطينا واحد الفرصه نكملوا بعدا نحيدوا علينا الجلبه باش الناس السلطات تمشي، لان الا ما كانتش السلطه واقفه ما يمكنش كل واحد غادي ياخذ محله. والسوق علاش داتو السلطات المحليه؟ لا سيروا تشوفوا السوق القديم كيفاش دابا كيفاش داير. السوق ماشي احنا اللي سديناه، سداتو السلطات المحليه. وما تجيش تضحكوا على عباد الله يقولوا لي المجلس البلدي. المجلس البلدي ماشي هو اللي كيسد، لان هذاك الشيء تسد في الكوفيد، لان كانت مشاكل، لان السوق يعني كان حاله يرثى لها، والعامل خد واحد التحدي وخلى الباطوار، اما الباطوار هو كان خصو يتسد.
وخاص الناس يمشيو يقلبوا فين غادي يذبحوا. الناس مقيده مسجله، خاص السلطات اللي تحطها. ما نقدرش انا هذه السلطات المحليه، خاص الامن وخاص سميتو القوات المساعده، خاص القياد، خاص الباشا، خاص كل شيء يكون واقف على هذا الشيء. بهذا ما غاديش يكون دابا هو غير ديال مدينه برشيد، هذا اقليمي هذا وجهوي. جهوي واقليمي، ويقدروا حتى الناس ديال اكادير يجيو يذبحوا هنا. علاش؟ لان فيه دابا المواصفات اللي هي خاصها تكون عنده لاغريمون ديالو. بحال دابا ملي غادي يحل ديال برشيد غادي يسدوا السوالم، غادي يسدوا الدروه، غادي يسدوا الكاره، غادي يسدوا كاع الجميع اللي مال المدن ذاك الجماعات المجاوره، كل شيء غادي يسدوا لهم، وغادي تبقى برشيد هي اللي خدامه. اذا هاد الناس اللي خدامين مع برشيد للباطوار ديال برشيد راه كلهم غاديين يخدموا بدون استثناء. ما يمكنش غادي نسمحوا بشي واحد باش ما يكذبوش على عباد الله ويغلطوا عباد الله ويقول لهم هادو هذا الكلام الخاوي. ما يمكنش، راه هاد الناس هادو متسجلين وغادي يخدموا كلهم. راه شنو ندير في دفتر التحمل؟ حنا راه ما كنتلاعبوش، حنا راه قد فمنا قد درعنا. راه ملي كنقولوا شي كلمه غادي نديروها. يوم هو لافتتاح السوق الجديد، لنتابع مع الرئيس الحالي للمجلس السيد طارق القادري وأحد المتدخلين في مشتقات هذا المشروع الذي تم إنجازه لتشغيل يد العاملة والعودة بالنفع للمدينة والجهة للإقليم ككل، في ظل رعاية أمير المؤمنين جلالة الملك سيد محمد السادس أيده الله ونصره. ودابا الحمد لله اللهم الحمد، السوق راه كلشي عايش منه، نهار حيد السوق حيد كلشي. بالنسبة لهذا كمرفق هو حل واحد المعضلة ديال اختناق وسط المدينة اللي كانت كتعرف واحد الاختناق، يعني بواحد الإنسان اللي دخل وسط المدينة ما يخرجش منها. أما اليوم فهاد السوق الجديد اللي هو بمواصفات اللي هي حديثة كي على واحد المساحة ديال 10 الهكتارات وكتوفر على مرافق اللي هي مهمة، منها مصحة، منها الإدارة، منها مسجد، منها واحد المرافق الصحية اللي هي في المستوى، ناهيك على هاد المكونات اللي ضرورية باش يشتغل هاد السوق. هاد السوق إن شاء الله كنترجاو أنه يشغل لنا واحد 1600 منصب إن شاء الله، وهادشي غينعكس على الظروف والعيش ديالهم. أما في الطريقة تاع الاستفادة في السوق الجديد درنا الأسبقية للناس اللي كانوا عندنا في السوق القديم. بالمشاركة في القناة تعالوا